أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كثير من الناس في هذه الأيام يستمع للأشرطة التي تحتوي القصص، فهل اتخاذ هذا المنهج منهج القصص بدعة؟ وهل يجوز توزيع هذه الأشرطة؟ الانشغال بالقصص دائما ولا يشتغل إلا بالقصص هذا لا، أما إذا كان القصص قصصا صحيحا ثابتا وفيه عبرة فلا بأس. الله جل وعلا قص علينا في القرآن: نحن نقص عليك أحسن القصص. قص علينا قصص الأنبياء والأمم الكافرة، وقص علينا ما يكون في آخر الزمان وما يكون في اليوم الآخر، فالقصص إذا كان فيه عبرة وعظة فلا بأس به، لكن ما يكون كثيراً، وإنما يكون جزءاً، يكون جزءاً من العمل والدعوة إلى الله عز وجل. نعم. أما إذا كان القصص قصص خيالية أو قصص من أجل الترفيه وشغل الوقت، هذه مضيعة، لا يجوز الاشتغال بها، خصوصاً لطلبة العلم والدعاة إلى الله. نعم.